ليكن لدينا صندوق يحتوي على أشكال مربعة وأشكال دائرية، وعلى لونين مختلفين أصفر وأخضر. مثلًا، ليكن لدينا الأشكال المربعة ذات اللون الأصفر عددها خمسة. والأشكال الدائرية ذات اللون الأصفر عددها سبعة. والأشكال المربعة ذات اللون الأخضر عددها ثمانية. والاشكال الدائرية ذات اللون الاخضر عددها تسعة. الهدف من هذا الفيديو هو ايجاد احتمالات الحوادث المركبة. في البداية راح نوجد راح نوجد احتمال احتمال سحب شكل مربع. احتمال سحب شكل مربع كم يساوي؟ ممكن في البداية نرسم شكل فين. الدائرة الأولى راح تحتوي على الأشكال المربعة لو لاحظ أن عدد الأشكال مربعة خمسة مع ثمانية يعطينا الناتج ثلاثة عشر عندنا ثمانية مربعات ذات اللون الأخضر واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية وخمس مربعات ذات اللون الأصفر واحد اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة. فاحتمال سحب بشكل مربع راح يساوي ثلاثة عشر على المجموع الكلي. المجموع الكلي خمسة، مع سبعة، اثنا عشر، مع ثمانية، عشرين، مع التسعة، تسعة وعشرين. المجموع الكلي تسعة وعشرين. راح يكون احتمال سحب شكل مربع يساوي ثلاثة عشر على تسعة طيب لو سألنا سؤال ثاني، ما هو احتمال سحب شكل ذو لون أصفر؟ شكل ذو لون أصفر راح يساوي، طبعًا مجموع الأشكال عرفنا إنها تسعة وعشرين. معناها مباشره هنا راح يكون 29 باقي نشوف مجموع الاشكال ذات اللون الاصفر ممكن نرسم شكل فين؟ طبعا ذات اللون اصفر فيها مربعات ودوائر المربعات عرفنا عددها خمسة والدوائر عددها سبعة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة في مجموع الأشكال ذات اللون أصفر راح يساوي خمسة زائد سبعة اثنى عشر طيب سؤال ثالث مهم لو أردنا إيجاد احتمال احتمال سحب شكل مربع ذو لون أصفر سحب شكل مربع ذو لون أصفر كم راح يساوي عرفنا أن المجموع الكلي تسعة وعشرين ومجموع الأشكال المربعة هي خمسة عددها خمسة لو لاحظ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة خمسة أشكال مربعة ذات اللون الأصفر الآن نبدأ بالهدف من هذا الفيديو هو إيجاد احتمال سحب شكل مربع أو شكل ذو لون أصفر شكل ذو لون أصفر كم راح يساوي المجموع الكلي متفقين عليه تسعة وعشرين طيب الأشكال المربعة كم عددها؟ الأشكال المربعة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر أحد عشر ثلاثة عشر،, 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 عشر الأشكال المربعة عددها ثلاثة عشر زائد الأشكال ذات اللون الأصفر عددها كم؟ اثنعش عرفنا أن عددها 12 لكن عندنا إشكالية الإشكالية الآن أنه إذا كتبنا الـ 12 إذا كتبنا زائد 12 معناها أنه المربعات هذه مربعات اللي هي في التقاطع راح تكون محسوبة مرتين المربعات اللي هي في التقاطع راح تكون محسوبة مرتين طيب كيف نتخلص من هذه القضية ممكن نطرح عدد المربعات من الدوائر ممكن نطرح عدد مربعات من الدوائر يعني بيكون عندي 12 ناقص 5 عشان ما تكرر حساب المربعات لان المربعات الاشكال المربعه ذات اللون الاصفر موجوده في الاشكال المربعه وموجوده في الاشكال ذات اللون الاصفر فعشان نتخلص من هذه الاشكاليه نطرحها من العدد الثاني راح يكون الناتج عندنا طبعا راح يساوي 13 على 29 زائد، 12 على 29، ناقص 5 على 29، ولو ركزنا فيها، راح يكون الناتج عندنا، هذه 13 على 29، هي عبارة عن الأشكال، احتمال سحب شكل مربع، يعني، p مربع، زائد. 12 على 29 اللي هي احتمال سحب شكل ذو لون اصفر ناقص ناقص 5 على 29 هي سحب شكل مربع ذو لون اصفر سحب شكل مربع ذو لون اصفر فالقانون العام الحين لدينا ممكن نوجده بشكل عام: P احتمال A أو B راح يساوي احتمال وقوع الحادثة A زائد احتمال وقوع الحادثة B ناقص احتمال وقوع الحادثة A و B معًا. وهذا هو القانون احتمال حوادث المركبة. طبعًا عندنا حالة خاصة، عندنا حالة خاصة إذا كان شكل VIN هو كالتالي، إذا كان هذه حادثة A، وهذه الحادثة B. لو لاحظ ان احتمال وقوع الحادثة A و B في وقت واحد راح يساوي صفر لا يوجد تقاطع بينهم لا يوجد تقاطع بينهم فراح يكون احتمال حادثة A أو B راح يساوي P زائد P B ونسمي الحادثتين A و B الحوادث المتنافية أي التي لا يمكن أن تقع في نفس الوقت وشكرا